كيفاش تحسب الاستهلاك ديال سيارتك؟ قبل ما تحسب الاستهلاك ديال سيارتك خاصك تبع عدد من التوصيات قبل ما تبدا تحسب. اولا انفخ الرويضه بالبرد على حساب الضغط الموصى به. ثانيا حاول دير ليسانس او الغازوال دائما في الستاسيون. ثالثا دير ليسانس او الغازوال بعد ما تطفي الموتور. باش تحسب الاستهلاك دير الكونتور في الزيرو، عمر البلان، سوق على الاقل مسافه 100 كيلومتر بسرعة متوسطة، عاود عمر ليسانس في الستاسيون إذا كان ممكن، قيد عدد الليترات، قيد عدد الكيلومترات اللي في الكونتور، وباش تحسب ضرب عدد الليترات في عدد الكيلومترات وقسم على 100.